من مركز أخبار قنوات الكأس الرياضية في قطر نحييكم. أهلا جنار وأهلا أعزائي المشاهدين في نشرة التاسعة. نبدأها بأبرز العناوين الرئيسية رفقة الزميلة منال بن عامر. شكرا للزملاء في مركز الأخبار مشاهدينا، أحييكم وهذه عناوين التاسعة. ربع منتخبنا الوطني لرفع الأثقال فارس حسونة يتعملق في الولايات المتحدة الأمريكية وينال فضية عالمية. منتخبنا الوطني لكرة اليد يرفع نسق تحضيراته للبطولة الآسيوية بمواجهتين وديتين أمام كوريا الجنوبية. أريان يتخطى المرخية ويقفز إلى المركز الرابع في دوري غاز ليج تحت 23 عاماً. وفي التاسعة أيضا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحت الضغط عشية جولة حاسمة لأبطال أوروبا لكرة القدم. أهلا بكم. في إنجاز جديد للرياضة القطرية، توج ربع منتخبنا الوطني لرفع الأثقال فارس حسونة بالميدالية الفضية في بطولة العالم المقامة في مدينة أنهايم الأمريكية. الرباع الواعد لمنتخبنا الوطني لرفع الأثقال تألق في مسابقة وزن 94 كيلوغراما وحجز مكانا متميزا في منصة المتوجين. بين ثلة من أفضل الرباعين وأشهر ممارسي رياضة حمل الأثقال في العالم، تألق لاعب منتخبنا الوطني فارس إبراهيم المصنف 11 عالميا وخطف جانبا من الأضواء خلال بطولة العالم للعمالقة المقامة بالديار الأمريكية وبالتحديد في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا. تجلت فروسية إبراهيم حين حل في المركز الأول في حركة الخطف وأنهى المسابقة ثانيا في النثر ليستحق الميدالية الفضية. خلال التجمع العالمي تألق الرباع الإيراني الشهير سهرام مرادي الذي سجل رقمين عالميين وحصد 3 ميداليات ذهبية. مرادي حطم الرقم القياسي في فئة 94 كيلوغراما بخطفه 184 ونثر 220 ليحطم الرقم العالمي برفع 233 أي بزيادة كيلوغرام عن الرقم السابق. من جانبه توج تشيلي أرلي مينديز بيريز باللقب العالمي عندما سيطر على فئة 85 كيلوغراما. ضمن الفئة ذاتها حل البولندي كريستوف ماسيتش ثانيا وكان المركز الثالث بالنصيب الإيطالي أنطونيو بيزولاتو. ولدى السيدات كانت الريادة إسبانيتان بواسطة ليديا فالنتين التي انتزعت 3 ميداليات ذهبية في فئة 75 كيلوغراما برفعها مجموع 257 كيلوغراما متفوقة على الإكوادورية باتريسيا باريرا والفرنسية غايل نايو كيتشانكي. لمركز أخبار قنوات الكأس محمد زوغان. عقدت المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة جلسة تاريخية مع مسؤولين في الأمم المتحدة وممثلين عن أكثر من 30 دولة. المنظمة الأممية باركت جهود سيجا في الدفاع عن النزاهة في القطاع الرياضي وضمان الشفافية والمساءلة. وفي خطابه في هذه الجلسة التاريخية شدد محمد حنزابة رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي وصاحب مبادرة تأسيس المنظمة الدولية للنزاهة، شدد على آفاق العمل المشجعة بعد جلسة الأمم المتحدة التي تعد انطلاقة حقيقية لمواصلة الحرب ضد الفساد. في طريقه للدفاع عن لقبه بطلا للقارة الآسيوية، يرفع منتخبنا الوطني لكرة اليد نسق تحضيراته ويخوض مباراتين وديتين أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية. منتخبنا الوطني الذي يستضيف القادم من سيول في الصالة المونديالية بمدينة الدحيل يتحول الأسبوع المقبل إلى إسبانيا لخوض معسكر خارجي. في الطريق نحو بطولة آسيا تتواصل التحضيرات، وفي الطريق نحو حملة الدفاع عن اللقب بسوان الكورية الجنوبية يرفع عنا باليد من وتيرة الاستعداد للحدث القاري. أبطال آسيا أمام همة الدفاع عن لقب لم يغادر خزائنهم في آخر النسختين واللتين كانتا في ضيافة البحرين. منتخبنا الوطني باشر استعداده مبكرا رفقة المدرب فاليرو ريفيرا في الطريق أيضا نحو ضمان تأشيرة لبطولة العالم المقررة في ألمانيا والدنمارك عام 2019.
معسكر في الدوحة ومباريات ودية دولية أهم وسائل المدرب ريفيرا للوقوف على جاهزية العناب، وهو الذي سيلعب ابتداء من الثلاثاء وديتين مع العملاق الآسيوي كوريا الجنوبية قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 11 و21 من ديسمبر الجاري. العنابي سيخوض بعدها سلسلة من الوديات القوية ستكون المؤشر الرئيسي للمدرب في تحضير المنتخب أكثر للآسيوية المقررة في 18 من يناير المقبل، وهذا بإقامة بطولة ودية دولية تنطلق في 6 يناير وتستمر حتى 11 منه بمشاركة كل من عمان والجزائر وإيران والبلد المضيف قطر. قرعة البطولة الآسيوية كانت قد أوقعت العنابي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية والصين ونيوزيلندا، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات اليابان وإيران والعراق، والمجموعة الثانية منتخبات كل من البحرين وعمان وأستراليا وأوزبكستان، فيما وضعت المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية والإمارات والهند وبنغلاديش في سلة واحدة. لأخبار قنوات الكأس، أمير فحصي، الدوحة. إذن أعزائي المشاهدين، متابعة لاستعدادات منتخبنا الوطني لكرة اليد، ينضم إلينا في مركز الأخبار محلل قناة الكأس معز بن شويخة. كابتن، بعد التحية، كيف تقرأ ودية المنتخب أمام كوريا الجنوبية وكيف يمكن الاستفادة منها لترتيب الصفوف؟ أكيد وأن الاختيار على كوريا الجنوبية بما أنها هي عملاق القارة وأكثر المنتخبات أحرازنا على بطولة آسيا بما أنه فاز بها 9 مرات، نظن أنه الاختيار صائب للوقوف على مدى استعداد اللاعبين، خاصة وأن المنتخب القطري يجهز نفسه منذ 24 أكتوبر، يعني تقريبا 40 يوم، هي مباراة للوقوف على استعداد اللاعبين، كذلك لاختيار الأفضل للوصول إلى بطولة آسيا وكذلك الوصول إلى بطولة العالم. أعتقد وأنه تحضيرات كانت جيدة، كان هناك حمل كبير، كان هناك تمارين لتحسين اللياقة البدنية، كان هناك تمارين تقوية عضلات إلى جانب التمارين للتكتيك، يعني لتجربة الخطط التكتيكية في الفريق. نظن أنه كذلك الفريق كان منذ أسبوعين لعب 3 مباريات ودية، كان لعب ضد نادي تحيل قبل أن يسافر هذا الأخير إلى بطولة الأندية الآسيوية، كذلك لعب ضد نادي السد ونادي الخور، كانت مباريات جيدة للوقوف على استعداد اللاعبين. كابتن، المنتخب يستعد للحدث الآسيوي الكبير، كيف تقيم أجندة تحضيراته وبرأيك هل يتناسب والموعد القاري؟ أكيد، يعني هو المدرب فاليريو ريفيرا يعرف جيدا كيف يحضر الفريق بما أنه فاز في النسختين الماضيتين في بطولة آسيا في نسخة 2016 كذلك في نسخة 2014 بالمنامة. نظن أنه المدرب يعني يجهز اللاعبين بشكل جيد. أكيد وأنه مباراتي كوريا الجنوبية يوم 5 ويوم 7 لديهم، يعني سوف يأخذ منهم العبرة وسوف يجهز منهم الفريق بشكل جيد. كذلك يوم الاثنين القادم سوف يسافر الفريق إلى إسبانيا معسكر 10 أيام، سوف يلعب من خلال هذا المعسكر 3 مباريات ودية ضد أندية إسبانية، ثم تكون العودة إلى الدوحة هنا والمشاركة في بطولة الدوحة الودية التي سيستضيف فيها المنتخب القطري المنتخب الجزائري إلى جانب المنتخب الإيراني والمنتخب العماني. وأعتقد سوف تكون المرحلة الأخيرة لتجهيز الفريق على الشكل الجيد، وأعتقد أن المنتخب القطري يملك الكثير من اللاعبين الجيدين للوصول إلى مبتغاه، ألا وهو الوصول إلى بطولة العالم في ألمانيا. أكيد، يعني ودية أكيد محطة مهمة لترتيب الأوراق، أكيد نتمنى لهم كل التوفيق. محلل قنوات الكأس معز بن شويخة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. تغلب الريان على المرخية بهدفين لهدف ضمن الجولة 11 لدوري قطر غازليغ تحت 23 عاما. سعود العبد الله وضع المرخية في المقدمة منذ الدقيقة 3 بتسجيله الهدف الأول، وقبل دقيقة 1 من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول أدرك الريان التعادل من ركلة جزاء نفذها القائد عبد الله الكربي. في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء خطف الريان هدف الانتصار عبر لاعب رياض مقيدش، وبهذا الانتصار رفع الريان رصيده ل12 نقطة وضعته مؤقتا في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد المرخية عند النقطة 9 في المركز 8. هذا وتختتم الثلاثاء الجولة 11 لدوري قطر غاز ليغا تحت 23 عاما لكرة القدم بإجراء مبارتين. الأهلي يلتقي غدا الثلاثاء المخرطيات في ملعب سحيم بن حمد، في حين يحل الخور ضيفا على السيلية.
وقبل استكمال أخبار التاسعة، هذه نظرة أعزائي المشاهدين سريعة على أجندة فعاليات يوم جديد. النشرة مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. كارلو أنشيلوتي يرفض عرضا لتدريب منتخب إيطاليا، ويورغن كلينسمان يرغب في قيادة أستراليا. أهلا بكم من جديد. لا يرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في اعتلاء هرم الإدارة الفنية للمنتخب الإيطالي لكرة القدم. صحيح جنر، هذا ما كشف عنه المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني في حديث لإحدى الصحف. أشار في سياقه إلى أنه رفض مؤخرا عرضا لتدريب منتخب بلاده. أنشيلوتي الذي يخلد إلى الراحة من إقالته من تدريب عملاق الكرة الألمانية شدد على رغبته في مواصلة العمل مع الأندية، مضيفا أن الإشراف على المنتخبات الوطنية ليس ضمن اهتماماته في الوقت الراهن. وبشأن سقوط المنتخب الإيطالي مؤخرا في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، أكد أنشيلوتي أن الكرة في بلاده محاصرة بمشاكل متراكمة، وأنه لا يملك القدرة على حلها بمفرده. يرغب المدرب الألماني يورغن كلينسمان في قيادة منتخب أستراليا لكرة القدم في نهائيات كأس العالم صيف العام المقبل. وسائل أعلام أسترالية أشارت إلى أن كلينسمان الذي أقيل مؤخرا من تدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعد نتائج كارثية أبدى رغبته في خلافة المدرب بوستيكوغلو. أضافت المصادر الإعلامية أن المدرب الألماني طالب أحد أصدقائه بجس نبض الاتحاد الأسترالي بشأن احتمال إشرافه على تدريب المنتخب المتأهل إلى مونديال روسيا. وفي حال إتمام هذه الصفقة فإن الميزانية المخصصة للمدرب الجديد لن تزيد على 1,140,000 دولار، وهو ما يعادل نصف ما كان يتقاضاه كلينسمان مع المنتخب الأمريكي. يذكر أن أستراليا تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة فرنسا. ستكون أمسية الأربعاء حاسمة للعملاقين الإيطالي ويوفنتوس والإسباني أتلتيكو مدريد في الطريق نحو الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. الجولة السادسة تضع في أمسيتها الأولى أتلتيكو مدريد تحت الضغط عندما يحل ضيفا على تشيلسي، وتفرض في الأثناء على فريق السيدة العجوز تفادي المفاجآت غير السارة في رحلته إلى اليونان. سيخطف ملعب أليانز إرينا مساحة من الاهتمام في الأمسية الأوروبية عندما يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على صاحب الأرض والجمهور فريق بايرن ميونخ الألماني. الفريقان تأهلا عن المجموعة الأوروبية الثانية، لكن بايرن يسعى للثأر لخسارة ذهابا في حديقة الأمراء، في حين يخوض القادم من باريس المواجهة من أجل تأكيد أفضليته وتحقيق العلامة الكاملة. قمة ثأرية وإن كانت غير مؤثرة في أمر المؤهلين لحساب المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. يحل الباريسيون ضيفا ثقيلا على بطل ألمانيا وهم في أفضل حالاتهم في تاريخ دوري المجموعات، بل وبأكبر فارق من الأهداف في تاريخ المسابقة بلغ 23 هدفا بعدما دكوا شباك خصومهم في 24 مناسبة ولم يستقبلوا سوى هدف واحد. زملاء نيمار يتوقون لتحقيق العلامة الكاملة غير آبهين بعنفوان البايرن داخل الديار.
على الطرف الآخر تبدو عودة المدرب السابق يوب هاينغس الذي قاد البايرن إلى لقبه الأخير في المسابقة سنة 2013 بأمال كبيرة في استعالة الريادة الأوروبية. الفريق البافاري الذي سيكون مساندا بالألاف من أنصاره في الألينز أرينا يطمح لاستغلال السقوط الأول للفريق الباريسي منذ بداية الموسم أمام ستراسبورغ في الدور المحلي لإلحاق الهزيمة الثانية بالفريق هذا الموسم. لو كان الفريقان في نفس الترتيب فإن فريق الأهداف هو الذي سيحسم الصدارة. سندخل اللقاء بعزيمة ونترك خلفنا لقاء الذهاب. سنلعب من أجل الفوز لاعتلاء الصدارة ومواصلة المنافسة بقوة. هل يثأر البايرن ويطيح بالعملاق الفرنسي كما فعل به برشلونة العام الماضي في الطريق لاعتلاء صدارة المجموعة؟ أم أن باريس سان جيرمان ماضي لتأكيد ترشحه للظفر بأول لقب قاري في تاريخه؟ لمركز أخبار قنوات الكأس عبد الهادي أبو حمدة الدوحة. يسدل الستار خلال اليومين المقبلين على دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع ختام الجولة السادسة. الصراع مشتعل في القارة العجوز لنيل بطاقات المسابقة الكبرى، وتفاصيل المشهد مع منال بن عامر. تفضلي منال. شكرا لك عبد الله. مشاهدينا اهلا بكم من جديد في فقره القاره العجوز. اكد اذن مرصد كره القدم في المركز الدولي للدراسات الرياضيه في سويسرا مؤخرا ان دور المجموعات لدور الابطال اكثر المسابقات غير المتوازنه في اوروبا بعد بطولتي الدرجه الاولى في كل من قبرص والنمسا. على مدار الجولات الخمسه السابقه حسمت ثمانيه فرق بطاقات التاهل الى الدوري الثاني دوري 16 للبطولة، فيما لا يزال الصراع دائرا بين 14 ناديا على البطاقات الثمانية الأخرى، في الوقت الذي فقد فيه 10 فرق فرصة تأهلهم للدوري المقبل. 11 مباراة حسمت بفارق 4 أهداف أو أكثر، وانتهت 15 أخرى بفوز بفارق 3 أهداف، ما يعني أن ثلث مباريات الدور الأول حتى الآن كانت من طرف واحد. في المجموعات الأولى يشتعل الصراع لخطف البطاقة الثانية بعد أن كانت الأولى من نصيب مانشستر يونايتد الإنجليزي. اليونايتد يختتم مسيرته في هذا الدور بمواجهة مثيرة أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي، وعلى الجانب الآخر يحل بازل السويسري ضيفا على بنفيكا البرتغالي الذي غادر السباق القاري. فريق المدرب جوزي مورينيو يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط لكل من بازل وسيسكا. هذا ويأتي بنفيكا في المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط. يبدو أن شتاء العاصمة الإنجليزية لندن سيكون دافئا في ملعب ستانفورد بريدج. تشيلسي المتأهل يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني القادم لانتزاع بطاقة التأهل الثانية على حساب فريق العاصمة الإيطالية روما. أتلتيكو مدريد يحل ضيفا ثقيلا على تشيلسي في مباراة يحتاج فيها الضيف الإسباني للفوز أملا في تعثر روما أمام بطل أذربيجان. ويملك روما فرصة كبيرة للعبور إلى الدوري الثاني، حيث يختتم الفريق مسيرته في هذا الدور أمام ضيفه كارباخا أقدام. هذا ويتصدر تشيلسي الإنجليزية المجموعة برصيد 10 نقاط حاجزا بطاقة التأهل الأولى بغض النظر عن نتائج هذه الجولة، فيما يحتل روما المركز الثاني برصيد 8 نقاط مقابل 6 نقاط لأتلتيكو مدريد الإسباني ونقطتين فقط لبطل أذربيجان. الصراع سيكون على أشده في المجموعة الرابعة، وستكون الأخطاء غير مقبولة للفريقين الساعيين لحجز بطاقة العبور برفقة المتصدر برشلونة. إذن يوفنتوس يحاول حجز البطاقة الثانية ضمن المجموعة الرابعة التي يحتل فيها المركز الثاني برصيد 8 نقاط من خلال الفوز على مضيفه أولمبياكوس اليوناني دون الدخول في دوامة الحسابات المعقدة. ويتصدر برشلونة الإسباني المجموعة برصيد 11 نقطة. الكتالوني يتقدم بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس الذي يأمل خسارة سبورتينغ لشبونة البرتغالي صاحب النقاط 7 للتأكد رسميا من التأهل.
ستة فرق من أصل تسعة يتنافسون على ثلاث بطاقات تضمن لهم العبور لمحطة الدوري المقبل للكأس ذات الأذنين. شكرا لكم مشاهدينا على طيب الصغة والمتابعة، وعودة الآن لزملاء استكمال نشرة التاسعة. شكرا لك منال. عاد العداء المغربي رشيد المرابطي إلى سكة الانتصارات بإحرازه لقب المرحلة الخامسة لماراثون الرمال بصحراء البيرو. المرابطي سجل فوزه الرابع في الماراثون بعد ثلاثة انتصارات في المراحل الثلاث الأولى، اكتفى بالمركز الثاني للمرحلة الرابعة، وتفوق خلال المرحلة التي ربطت بين بارلو فينتو ومندياتا على مسافة 42 كيلومترا و200 متر على البيروفي ريميخيو كسابي الذي حل ثانيا، والفرنسي كلافيري إريك الذي اكتفى بالمركز الثالث. أما لدى السيدات وصلت الفرنسية ناتالي موكلير سيطرتها على الماراثون بتحقيق العلامة الكاملة بعدما حسمت لقب المرحلة الخامسة أمام مواطنتها ميلاني روسيت التي حلت ثانية، ثم البيروفية روسيو كاريون التي أنهت السباق في المركز الثالث. يذكر أن ماراثون الرمال البيروفي سيتواصل حتى 6 ديسمبر الجاري. وقبل الختام مشاهدينا هذا تذكير بأبرز العناوين. رباع منتخبنا الوطني لرفع الأثقال فارس حسونة يتعملق في الولايات المتحدة الأمريكية وينال فضية عالمية. منتخبنا الوطني لكرة اليد يرفع نسق تحضيراته للبطولة الآسيوية بمواجهتين وديتين أمام كوريا الجنوبية. الريان يتخطى المرخية ويقفز إلى المركز الرابع في دوري غازليك تحت 23 عاما. كارلو أنشيلوتي يرفض عرضا لتدريب منتخب إيطاليا، ويورغن كلينسمان يرغب في قيادة أستراليا. نشكر حسن متابعتكم للنشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار قناة الكأس في قطر. الموعد الأخباري اللاحق منتصف ليل الدوحة، في أمان الله. يا أمان الله.